في تحديات كبيرة، لازم نختار صح ونختار الرئيس اللي يطلعنا من الفجوة اللي احنا فيها دي. وأنا بدعو كل المصريين والمصريات إنهم يهتموا بالانتخابات دي بالذات في الوقت ده بالذات، ولازم ينزلوا يدوا يتناقشوا. ليه الانتخابات دي بالذات في التحديد؟ زي ما بقول لك، لأن الظروف السياسية المحيطة بمصر في هذه الأيام ظروف قاسية، في تهديدات كتيرة لينا، فلازم نختار صح ونختار قائد يقدر يطلعنا من المشاكل السياسية الكبيرة.